حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أوضح خبراء اقتصاديون أن البنك المركزي العراقي يتبنى سياسة مركزية صارمة في تعامله مع القطاع المصرفي، مما يحد من قدرة المصارف على الانخراط في الاستثمار. وقال الخبراء إن هذه السياسة تجعل من الصعب على النظام المصرفي والمستثمرين استثمار رؤوس أموالهم في مشاريع جديدة دون الحصول على موافقات خاصة من البنك المركزي، مضيفين أن الإجراءات الحالية التي يتبعها البنك المركزي تمنع المصارف من دخول مجالات الاستثمار المباشر، مما يعيق تحقيق دور حيوي للقطاع المصرفي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. كشف موقع انتليجنس أونلاين الفرنسي الاستخباراتي أن هيئة النزاهة في العراق تريد ملاحقة أعضاء في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة بتهمة الفساد والاحتيال. أوضح الموقع أن هناك معارضة متزايدة لاستراتيجيتها في وكالات الاستخبارات الغربية، حيث يرى خبراء غربيون في مجال تعقب الأصول في العراق والولايات المتحدة ما وصفوها بالرقصة الجيوسياسية حول هيئة النزاهة في العراق، مع بقاء الاتفاقيات دون توقيع في ظل تخادم الأحزاب واستخدام ملفات الفساد للتصفيط السياسي على حد وصفهم. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي لتصل إلى أكثر من 279 مليون دولار في مزاد بيع العملة. وباع البنك المركزي في مزاده أكثر من 279 مليون و867 ألف دولار، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير للدولار الواحد للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، بسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. كشفت رابطة شركات السياحة والسفر العراقية عن وجود أكثر من 200 شركة سفر غير مرخصة في العاصمة بغداد وحدها، مشيرة إلى أن الأرقام في المحافظات الأخرى قد تزيد عن ذلك بنسب تتفاوت من محافظة إلى أخرى. وقال عضو الرابطة علي الفتلاوي إن عمليات الاحتيال عبر شركات السفر في البلاد تحصل سنوياً، إلا أنها في العام الحالي تزايدت وبشكل كبير مع تزايد الإقبال على السفر بشكل واسع في عموم المحافظات. وأردف بالقول إن الأحكام القانونية التي تطاول المخالفين لضوابط العمل وأصحاب الشركات غير المرخصة غير رادعة، حيث غرم المخالف بمبلغ مالي قدره 500 ألف دينار عراقي، ومن ثم يطلق سراحه. هذا ووقع عشرات العراقيين خلال الشهر الحالي ضحايا لتلك الشركات التي استلمت منهم مبالغ مالية كبيرة للسفر إلى دول سياحية أثناء فترة عيد الأضحى. وفي خبرنا الأخير، كشفت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية عن استيراد تركيا أكثر من 4 ملايين طن من النفط الخام والمنتجات النفطية الأخرى في شهر نيسان الماضي. وبحسب الهيئة، فقد حل العراق كثاني أكبر مصدر لتركيا بعد روسيا بأكثر من 490 ألف طن، وذلك بالرغم من توقف أنبوب ميناء جيهان التركي. وبحسب البيانات، فإن إجمالي واردات تركيا من النفط والمنتجات النفطية ارتفع بنسبة فاقت 18% خلال شهر نيسان مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 4,200,888 طنا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهايتها الموجز الاقتصادي بأمان الله.